صحافة 14 فبراير 2012. النهاردة أنا مبسوط جدا أن أنا هبقى مع زميلتي رانيا، هنتناول الصحافة مع بعضينا النهاردة. ورانيا، قبل ما نبتدي الصحافة، الأغاني، أغاني اللي طلعت بعد الثورة، مصاحبة للثورة وبعد الثورة، حلوة قوي، قوي فيها شجن كده، وفيها حب، وفيها عشق أكتر وأكتر لبلادنا مصر، وفيها حالة من الفخر انه 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 احنا مصريين، وانه لازم كل مصري يكون فخور ان هو فعلا مصري. ويا ريت بقى كلنا نحل كل المشاكل يا اشرف، الحقيقه اللي احنا كلنا بنمر بيها، لانه زي ما عندنا حاله من الفخر كلنا عندنا حاله من القلق الحقيقه. حلوه يعني حلوه الكلمه اللي انت قلتيها، حاله من القلق، مش حاله من الاحباط. لا لا لا، مش محتاجين حد يبقى في عنده لا احباط، لا لا مش لا محتاجين ان شاء الله، حد لا لا مش احباط. دايما يبقى في حالة من الأمل زي ما أنت بتقولي. بص، مصر دايما بتعدي من كل الأزمات، تمام. يعني دايما بنكون الحمد لله أقوى من أي أزمة، وإن شاء الله نتأكد من ده من خلال الفترات اللي جاية. وزي ما كان أشرف النهاردة بيقول في البداية، إنه هنستعرض مع حضراتكم أهم عناوين الصحف، الحقيقة عناوين كتيرة جدا وأحداث كتيرة جدا. نبتدي بأول خبر، وهو من الأهرام في الصفحة الأولى: التمويل الأمريكي يستهدف نشر الفوضى. ومن الشروق صفحة أولى: 140 مليون دولار تم إنفاقها على أنشطة سياسية في أعقاب الثورة. الأخبار صفحة الأولى: أبو النجا تكشف أمريكا تدخلت بشكل غير مباشر لإجهاض ثورة يناير. ومن الأهرام صفحة أولى: أوباما يقترح مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار رغم تهديدات قطع المعونة. المصري اليوم صفحة أولى: رئيس الأركان الأمريكي سألت طنطاوي عن مستقبل مصر، فرد: لا أملك إجابة الآن. الشروق صفحة أولى: الإخوان مستعدون لتحمل المسؤولية. المصري اليوم: اليوم الثالث للإضراب، مظاهرات في الجامعات ونشطاء لم نفشل. الأهرام صفحة أولى: الغياب في المدارس 10% واستقرار حركة الطيران والسكة الحديد. الشروق صفحة أولى أيضا: الشهداء يسيطرون على البرلمان. ومن المصري اليوم صفحة أولى: نواب تقرير تقصي الحقائق عن مجزرة بورسعيد، مطاطي وأتلقي لم أتلقى أطلق أطلقي لم أتلقى يكشف الجناه. أنا مش عارف، ممكن أكون أنا مجزرة بورسعيد مطاطي وأتلقي أتلقي لم أتلقى يكشف الجناه. عموما هنشوفها واحنا راجعين تاني بالتفسير. إيه تاني؟ المصري اليوم في صفحة الثالثة: اجتماع بين العائلات ونواب البرلمان لحل أزمة تهجير 8 أسر بالإسكندرية. المصري اليوم صفحة بعد كده الشروق صفحة أولى: طرح 14 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت والأولوية للمصريين. المصري اليوم صفحة ثالثة: القومي لرعاية أسر الشهداء يعلق أعماله لعدم وجود مقر آمن. والأهرام صفحة أولى: رئيس الحكومة يحذر الدمار ليس ديمقراطيا والاحتجاج طرف. نبتدي مع بعض بقى ونقول، الأهرام صفحة أولى: التمويل الأمريكي يستهدف نشر الفوضى. الأستاذة الوزيرة طلعة بكثير من التصريحات وبتقول إنه التمويل الأمريكي أو الأجنبي كان من أهدافه إنه ينشر الفوضى. أيوة. يعني إحنا عندنا عدة أخبار برضو خاصة بموضوع التمويل الأجنبي والعلاقات المصرية الأمريكية. يعني أنت لو تشوفي كده إن إحنا عندنا 5 أخبار أساسية، اللي هي الأهرام واحد: التمويل الأمريكي يستهدف نشر الفوضى. الشروق صفحة أولى: 140 مليون دولار تم إنفاقها على أنشطة سياسية في أعقاب الثورة. والأخبار صفحة أولى: أبو النجا تكشف أمريكا تدخلت بشكل غير مباشر لإجهاض ثورة يناير. وبعدين تلاقي الطرف الثاني أمريكا بيهدي الأمور شوية، فيقول لك واحد: أوباما يقترح مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار رغم تهديدات قطع المعونة. في حين انه كان في مشكله طبعا رفض
مثول الامريكان امام التحقيقات المصريه او امام الجنايات المصريه في سبب المشكله اللي كانت موجوده ما بين مصر وامريكا. يعني الحقيقه فعلا اخبار متضاربه يا اشرف زي ما بتقول، يعني تلاقي فيه تصريحات وبعدين تلاقي الجهه الثانيه او الناحيه الثانيه بتصرح بتصريحات مختلفه شويه عن التصريحات اللي احنا بنسمعها. يعني الحقيقه واضح انه يعني العلاقات الامريكيه المصريه زي ما هي وما فيهاش اي مشاكل زي ما كنا سامعين الفترات اللي فاتت، يا اما حصل مناقشه ما بين الجهتين ووصلنا انه الحمد لله مش هيكون في اي مشاكل. ولكن امريكا الحقيقه دخلت في قصه الثوره المصريه باكتر من جهه باكتر من طريقه. يعني في الاول كنا بنقول انه امريكا بتمول كتير من منظمات المجتمع المدني، وبعدين قلنا انه امريكا ضد النظام السابق وانه امريكا كانت رافضه النظام السابق عشان كده كانت بتأيد الثوره. وبعدين رجعنا نقول انه امريكا كانت بالعكس دي كانت يعني مع النظام السابق، فهي دلوقتي بتحاول ان هي تنشر الفوضى في الثوره. اقول لك حاجه السياسه فيها شد وجذب، ونرخي شويه ونشد شويه، ده طبيعي. ايوه اوكي. ومره من المرات وانا قاعد مع ضيوفي من هنا في الاستوديو وكنا بنتكلم على موضوع الاحداث عموما، ففتحنا موضوع الجانب والمشاكل الخاصه بالعلاقات الامريكيه والمصريه، وقال لك انه دي سياسه ما تقدريش تحددي بالظبط ايه الاتجاه رايح فين. ولكن في اجتماع حصل امبارح اللي هو في المصري اليوم صفحة أولى الخبر ده، رئيس الأركان الأمريكي سألته طنطاوي عن مستقبل مصر فرد لا أملك إجابة الآن. حتى الإجابة دي ممكن تكون إجابة سياسية، ما بتبقاش إجابة ممكن تبقى حقيقية. لأن دي سيادة المشير طنطاوي ده رئيس أركان ويعني يعتبر الجيش المجلس العسكري ده رئيس مصر يعني دلوقتي. أيوة طبعا. فأنت الخبر بيقول جوه إيه؟ قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارتن ديمبسي أن المجلس العسكري في مصر يتلهف لترك إدارة البلاد، مشيرا أن الجيش سيؤدي التحية للرئيس مدني في يونيو المقبل للمرة الأولى منذ 60 عاما. طيب تمام، ده عادي عارفينه، وسيعود إلى تكناته، مضيفا أعتقد أن المسألة لن تسير بهذه الدقة، لن تسير بهذه الدقة، موضحا أن تبعية الجيش لسلطة مدنية لن تكون سهلة. وعلى فكرة هو ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الدستور أولا والرئيس أولا، بنشوفه في لجنة الدستور مين اللي هيحطها، اقتراحات السلمي اللي فاتت في الفترة اللي فاتت. نرجع تاني، عقب مغادرة مصر أمس الأول أنه بحث مع المشير طنطاوي ونظيره المصري الفريق سامي عنان العلاقات طويلة المدى بين مصر والولايات المتحدة وعدد من القضايا الإقليمية والتحقيقات في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني المتهم فيها 43 شخصية بينهم 19 أمريكيا. هو جاي يقول أنتوا نظامكم إيه؟ ناويين تعملوا معنا إيه بالظبط؟ خطتكم ناوية تعمل إيه؟ وطبعا زي ما انتوا حضراتكم عارفين طبعا ان هو المعونه. فجاي يساله انتوا ناويين تعملوا ايه بالظبط؟ ايه الخطه يعني؟ ايه الخطه اللي انتوا ناويين تمشوا بيها يعني؟ طيب الحقيقه ده يخلينا نروح كمان لخبر تاني وهو خلينا نتكلم مثلا عن الاخوان. الاخوان مستعدون لتحمل المسؤوليه، وده من جريده الشروق. نعم. الحقيقه انه الاخوان يعني هم واضح ان هم يعني التصريح انا ما افتكرش انه في اي خطا، ولكن الاستعداد حاجه والحقيقه حاجه تانية الحقيقه. لانه يعني ومن وقت انعقاد الجلسات الاولى لبرلمان مجلس الشعب ل 2012 واحنا شايفين انه لحد دلوقتي يعني مش شايفين اي انجازات حصلت الحقيقه من قبل البرلمان. على العكس انه احنا شايفين انه في مشاكل كتير جدا بتتفاقم، انفلات امني بيزداد، حاجات كتير جدا، مجزرة بورسعيد لحد دلوقتي ما وصلناش فيها لأي حاجة. الحقيقة ان التقرير الاول للجنة تقصي الحقائق كان تقرير يعني لحد ما مش واضح ومش هو ده اللي كان متوقع من البرلمان. فالاستعداد حاجة افتكر والحقيقة حاجة تانية، ممكن الواحد يكون مستعد لحاجات كتير ولكن الفعل
هو اللي بيظهر اذا كنا فعلا قد المسؤوليه ولا مش قد المسؤوليه، وده هيبان من خلال الفترات اللي جايه اعتقد. وزي ما قلنا قبل كده انه البرلمان الموجود دلوقتي ما نقدرش نطلق عليه برلمان الثوره، ولكن هو برلمان ما بعد الثوره. والله اذا قدر ان هو ينجز مهامه، اذا قدر ان هو يحقق مطالب الشعب اللي اختاره واللي اداله صوته، افتكر انه هيستمر. وزي ما كنا على طول بنقول انه اذا ما قدرش يحقق ده فمش هيستمر، زي حاجات كتير مش هتستمر. هو الاخوان المسلمين بمعنى اصح زيادة على اللي انت بتقوليه برضو انه هو عايزين يكونوا الحكومة اللي هو الحكومة الانتقالية في الفترة اللي جاية، حكومة الانقاذ الوطني. الانقاذ الوطني لكن الرد اللي حصل هو انه المجلس العسكري قال لا، الحكومة اللي موجودة دلوقتي هتستمر لغاية شهر 6. طب يعني ايه الفرق ان انا اكون حكومة دلوقتي وما بين ان انا اكون يعني اكمل الحكومة لغاية شهر 6؟ احنا بقالنا ناقصين 4 شهور. يعني اراء مختلفة في وجهتنا النظر. هل هيحصل صدام ما بين اعضاء مجلس الشعب اللي بينادوا دلوقتي، هم مش كلهم بينادوا بكده انما معظمهم طبعا اللي هي الحريه والعداله طبعا اللي هي الكاسحه في الانتخابات، اذا كان مجلس الشعب او اذا كان مجلس الشورى، هل هيحصل يعني تصادم في الحته دي ولا هيقعدوا مع بعض كده ويتناقشوا بهدوء يا جماعه خلينا نكمل لغايه شهر 6 بنفس الحكومه وعندكم يعني نقد على الحكومه الحاليه دلوقتي؟ يعني نتمنى انه يحصل ده، ما يحصلش صراع اكتر. احنا عايزين زي ما الخبر اللي قبل كده، عندنا صراعات خارجيه مع امريكا وصراعات ما اعرفش مع مين، ويعني عايزين نركز ان احنا نحاول ان احنا نبقى مع بعض على الاقل في الكام شهر الجايين دول، نبقى في حاله توافق، ما يبقاش في اختلاف. مظبوط. على عيني وعلى راسي ان الاخوان مستعدون لتحمل المسؤوليه. طيب تمام، انتم يعني الشعب انتخبكم وانتم قد المسؤوليه ان شاء الله، اتمنى طبعا انكم انتم تكونوا قد المسؤوليه، لكن ما بلاش نبقى في صراع من دلوقتي حقيقي. يعني ما يعني نحط في عيد الحب، نحط يعني حبنا لمصر فوق اي حاجه تانية، فوق ان انا بقى ليا مصلحه دلوقتي حالا، انا الكبير وانا دلوقتي كل الناس عارفيني، يعني بلاش ده. حقيقي. من المصري اليوم صفحه اولى، اليوم الثالث للاضراب، مظاهرات في الجامعات ونشطاء لم تفشل. المصري اليوم الصفحه الاولى. الحقيقه انه قصه الاضراب يعني هي قصة ناس كتير اتفقت عليها وناس كتير اختلفت عليها في نفس الوقت، وشافوا انه بس اللي اختلفوا عليها اكتر شوية، اللي اختلفوا عليها اكتر بكتير. ده مش اكتر شوية، اكتر بكتير، لانه الناس شافت واجمعت على انه ده مش وقته، وعلى انه يعني مش هو ده الحل، ومش هو ده اللي هيوصلنا لتحقيق مطالبنا، ان احنا لما نقعد في البيت او لما ننزل الشارع ونعتصم ونضرب وما نشتغلش، لانه الحقيقه مش هو ده الحل ومش ده وقته خالص. ولكن هناك بعض النشطاء السياسيين، وهناك بعض الاحزاب، وهناك بعض التيارات السياسيه اللي برضو مصرة على قصة الإضراب، وبرضو مصرة على قصة كانت العصيان المدني قبل كده. ولكن الحقيقة يعني الشعب المصري قال كلمته في الآخر وقال إنه ده مش وقته. تابع لنفس الخبر برضو موضوع الإضراب وكده، الأهرام صفحة أولى، الغياب في المدارس 10% واستقرار حركة الطيران وسكة الحديد. تابع لنفس الخبر ده. والله هو ما بلاش يعني في اقاويل في الشوارع بتقول ان اللي انت عايز تعمل اضراب وتعتصم والكلام ده يبقى انت عميل وانت مش عارف مصلحه مصر وانت هتهد دوله مصر. بلاش نقعد نكبر بلاش ما هو احنا يا جماعه يعني ما احنا بيجي لنا 3-4 ايام اجازه في يعني بيجي لنا عيد بناخد فيه 3-4 ايام اجازه وكل الناس بتبقى قاعده في البيت. فبلاش الصيغه بتاعت ان انت مادام بتطالب انك انت نعمل اعتصام واضراب، وهو بيحب مصر بالشكل ده وهو عايز يوصل ل وشايف يعني وشايف نخون بعض وشايف ان الثوره لسه ما حققتش انجازات، واحنا عارفين وفعلا وشايفين ان لحد دلوقتي ما فيش حد اتحاسب. طب بلاش الصيغه بتاعت يا انت ضدي يبقى انت يبقى انت عميل وانت وحش وانت زفت وانت عايز توقع مصر. طب ليه؟ طب ما انت يا عم بيجي لك بعض الاحيان اعياد فيها 4 ايام اجازه، في ايه؟ والناس بتبقى قاعده في البيت، بس ما بتقعش بالظبط ومش هتقع ان شاء الله. بس يعني بس بس يعني هي الناس بس قلقانه برضو يا اشرف، لانه في ناس كتير جدا اللي هي بتشتغل
يوميا، او زي ما بيقولوا كده بيبقى بيطلعوا من بيوتهم الصبح بيرجعوا بلقمتهم بالليل. الناس دي كلها قلقانه انه ده لو حصل واستمر ناس كتير قوي هتجوع. وافتكر انه اصلا في ناس كتير قوي تعبانه، يعني اوريدي في ناس كتير جدا عندها مشاكل الحقيقه. الشروق صفحة أولى، الشهداء يسيطرون على البرلمان. طبعا من أول ما البرلمان ابتدى وهو أهم موضوع بيفتح في البرلمان هو الشهداء. بقيادة محمد سعد الكتاتني اللي هو رئيس مجلس الشعب، أكتر حاجة هو موضوع الشهداء، ومن حقنا ومن حقهم ومن حق مصر ومن حق كل أهالي الشهداء والمصابين إن احنا فعلا نهتم بده، لأنه بكل بساطة لولا الناس دي ما كانش بقى عندنا ثورة، لولا الناس دي ما كانش أسقطنا النظام السابق، لولا الناس دي ما كانش الناس بتتحاسب دلوقتي في المحاكم. فتحية إجلال للشهداء طبعا، ومن حقهم جدا إن احنا نبقى طول الوقت بنفكر فيهم ونفكر إن احنا إزاي نقف جنب أهاليهم. يعني عندنا خبر تاني من المصري اليوم، ويمكن ده يودينا لتقرير تقصي الحقائق عن مجزرة بورسعيد مطاطي. و الحقيقه انه فعلا التقرير يعني خلى ناس كتير قوي تحبط، لانه التقرير عمل ايه؟ التقرير اشار الى ثلاث حاجات، اشار الى الامن، اشار الى الجمهور، اشار الى انه سوء تخطيط واهمال، فبالتالي ادى لده. ما فيش حاجه واضحه، يعني ما قلناش مين المتسبب، ما قلناش مين الجاني، ما قلناش مين اللي المفروض يتحاكم، ما قلناش مين اللي تسبب في انه في 74 مصري ارواحهم راحت، ده غير المية اللي هو 165 تقريبا او ازيد كمان يمكن المصابين. مين الجاني؟ التقرير مش واضح. هو ده المطلوب، هو ده اللي احنا عايزينه من لجان تقصي الحقائق. فاذا كانت لجان تقصي الحقائق هتؤدي الى انها هتقول الاراء اللي كلنا عارفينها، ففين الاضافه؟ احنا عايزين الحقيقه بقى، فين؟ يعني حاكم مين؟ مين اللي عمل كده؟ مين اللي تسبب في ان الناس دي حصل لها كده؟ عايزين اسماء، عايزين اشخاص، عايزين جهات بعينها، مش عايزين كلام عام، لانه الكلام العام مش هيوصلنا لاي حاجه، لان الحقيقه انه الكلام العام كلنا عارفينه. والله يا رانيا انا يعني احنا فقرتنا الصحافه خلصت، ولان احنا عندنا طبعا عده فقرات تانية فلازم نختم، لكن بعد اذنكم بس ارد على حاجه صغيره. طب. هو واضح جدا من اول ثوره 25 يناير لحد مذبحه بورسعيد ال 75 اللي ماتوا دول، مفيش حد بيطلع ونعرف مين السبب، او مفيش حد بيتعاقب ايا كان، حزب وطني بقى، فلول، ضباط، عساكر، مفيش حد بيتحاسب. يعني مفيش حد بيطلع يقول ان ده هو السبب او دول هم السبب. هل ده راجع ان دي حاجه صعبه ان احنا نوصل لها، على اساس انه يعني الناس اللي بتموت دي او الناس اللي بتتعور دي بيبقى عدد كبير نازل وعدد كبير بيصطدم، اتنين يعني عدد كبير من الجهتين بيصطدموا، مش واحد واتنين او تلاتة او اربعة، بيبقى عدد كبير. هل ده صعب في التحقيقات او في يعني سؤال نفسي اعرفه، يعني نفسي حد من السادة القائمين عن الدولة عن البلد يرد عليا، محاميين حتى، قضاة يردوا عليا، هل ده بسبب ان بيبقى في عدد كبير فما تعرفش يعني الحكاية ما بتتعرفش، ولا هذا مقصود ان انا ما اعرفش مين؟ والله مش عارفين يا اشرف، يعني يا ريت حد يرد علينا الحقيقه، مش عارفين. مشاهدينا لك سعيد، دي كانت فقرتنا، فقره الصحافه. عندنا فقرات هامه جدا النهارده ومتنوعه، لكن او قبل ما نروح للفقره القادمه عندنا تقرير. كاميرا نهارك سعيد دايما بتروح تعمل تقارير هامه للاحداث اللي بتحصل بره الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده. نهاركم دايما سعيد.